النهاردة الإخوان قرروا أنهم يعملوا حاجة تسرق الأضواء، وكانت أمنياتهم أن يموت كتير النهاردة، أن يبقى فيه دم ويولعوا الدنيا. فيعملوا إيه؟ راحوا على جامعة القاهرة وعملوا مجموعة من المظاهرات العنيفة جدا، اقتحموا مكتب عميد كلية الحقوق دكتور محمود كوبيش وكسروه تماما. حتى الآن في قتيل وفي عدد كبير من الإصابات. وزارة الداخلية قالت إن فيه واحد من طلاب الجامعة مات إثر إصابته بطلق ناري، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين بطلقات خرطوش اتنقلوا من الحرم الجامعي، وده كله قبل وصول قوات الشرطة للتعامل مع طلاب جماعة الإخوان اللي حصروا ناس كتير وحصروا أساتذة وحصروا طلاب. شوفوا اللي عاملينه في مكتب، ده مكتب أثري بتاع عميد كلية حقوق القاهرة. هذا المكتب أثري، بدأوا ياخدوا الأوراق دي كلها ويرموها من الشبابيك، ده جزء من الأوراق، الباقي اترمى من الشبابيك. كسروا، شايفين الغل، الغل، الكراهية ضد الجماد. ما ذنب الجماد؟ مش مهم، المهم أن يكون المكان خراب، ناس جوه قلوبها خراب ضد العمران. معايا الدكتور محمود كوبيش عميد كلية الحقوق. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. والحمد لله على سلامتك، والحمد لله انك ما كنتش موجود في المكتب في هذا التوقيت، لان اعتقد انك كنت مستهدف شخصيا. لا دكتور محمود، في مشكله في الصوت، هل حضرتك في مكان الارسال فيه مش جيد؟ الارسال مش جيد، ان هم ياخدوا تليفون تاني. هنكلم حضرتك على التليفون التاني. حاضر. لبنى عماد احدى الطالبات كانت في الجامعة وقت الاحداث. مساء الخير يا استاذة لبنى. الخير يا فندم. استاذة لبنى انت طالبة في الجامعة؟ لا انا معيدة في كلية حقوق. معيدة في كلية حقوق، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حضرتك كنت موجودة في الكلية؟ ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل، ايه اللي عشتيه، ايه اللي شفتيه؟ والله هو النهاردة يعني كان يوم بدأ بمظاهرات، وجايز من المظاهرات اللي تعودنا عليها في الفترة اللي فاتت، طلبة بيهتفوا جوه الجامعة. وبعدين اتفاجئنا انه كان في امتحان الصبح، اقتحم المتظاهرين احد اللجان ومنعوا الطلبة ان هم يستمروا في امتحانهم، فاضطرينا ان الامتحان في احد اللجان ان هو يتلغي، مش في كل اللجان طبعا. نعم. وبعدين بدأنا نسمع ان هم طلعوا مكتب العميد، ست العميد، وبيرموا محتويات المكتب من جوه.